زو السؤال الموالي إن شاء الله. إذا نتمنى تكون فهمتوا هذا السؤال 10 وكيفاش درت ليه حتى لقيتو باستعانة بالتمبيراتور وهاد المولات وكل شيء كامل نعطاهم. طبعا هادشي غير اجتهاد، ماشي شي حاجة زعما، ماشي لقيت تسهل شي حاجة. إذا طبعا كان شي خطأ قولوها، مش زعما ما نغلطش صحابكم ولا شي حاجة. حتى هادشي أشوفه بزاف ديال الناس من حقهم، معكم زعما يعرفوا الحقيقة إذا كان شي خطأ. هنا إذا قال لك كالكولي لا فالور دو لانفينيتي شيميك انيسيال. بالنسبة لهاد لانفينيتي شيميك انيسيال انا شخصيا ما قريتهاش، ولكن حسب البحث ديالي فهي لوبوزي ديال دلتا جي ديال انرجي ليبر. دابا هاد انرجي ليبر اللي كانت سالبة كيكون منحى مباشر، اللي كانت موجبة كيكون منحى غير مباشر ياك. اللي كانت كتساوي صفر فكيكون المهم ما يكون حتى كيوز ما كيكون في الايكيليبر. اذا كانت الدوساج كتساوي في الصفر هذا الشيء كيكون في الايكيليبر، يعني كاين شي ما كاين حتى شي تفاعل. واذا بالنسبه لهذا لافينيت الشيميك فهي فقط بحال قلتي مقلوب، هي ناقص الدلتا جي. الشيء اللي تبدل لي في البحث ديالي وكي كنخدمها ان شاء الله. دابا ديرو لافينيتي شيميك غير باش تقول بلي انه اذا كانت لافينيتي بوزيتيف عوض نقول دلتا جي نيجاتيف، يعني عوض تكون نيجاتيف تكون بوزيتيف. شي هو هذا الفكرة انا كنظن. المهم انا نخدم على داك الاساس، و اذا كانت خطا قولوها. تاني كاع ما قري هاد الشيء شخصيا. اذا قفل الفيديو تاعو وحاول تجاوبو ان شاء الله، وعتبعو معي ان شاء الله. اذا السلام عليكم. دابا السؤال رقم 11. دابا السؤال رقم 11 يحسب لينا لانفينيتي. لانفينيتي دايره بحال هكا، المهم ا ماجسكول هكا، وكما قلت لكم هي ناقص دلتا جي دو رياكسيون. و فهاد السؤال قال لنا كالكولي لا فالور دو لانفينيتي شيميك انيسيال. قال لك زعما ف انيسيال ماشي ليكيليبر، حيت دلتا جي في ليكيليبر كتساوي هي موانيغ تي ان كابي، ولكن في انيسيال لا انيسيال. اذا اول حاجه غنديروها غنحسبوا هاد دلتا جي، دلتا جي تي بي في حاله انيسيال اللي هي دلتا جي ستوندار زائد اغ تي يلين ديال كيو. ما كتبقاش كا هنايا حيت حنا ماشي في الايكيليبر. اذا دلتا جي ستاندار تمبيراتور انيسيال قالوا لنا هي 298 كلفن. اذا هنا غيولي هو دلتا جي ستاندار ف 298 كلفن زائد اغ تي، تي هي 298 في الين كيو. كيو هي اللي حسبنا قبل قليل. اذا استرجعوها هنا. اذا هي بالنسبه لدلتا جي حسبناها في اول سؤال رقم 3، حسبناها في السؤال رقم 3. بالنسبه لهاد كيو حسبناها في السؤال رقم 10. هي كونستانت تمبيراتور ها هي، صافي غنحسبوها دابا. اذا بالنسبه لدلتا جي ستاندار دو رياكسيون في 290 كلفن لقينا فيه هو ناقص 85.89 سلا 89. طبعا واحدة هي كيلو جول زائد 8.31 فعشرة أس ناقص 3. علاش؟ حيت هاد إيغ بالجول. دابا الوحدة ديالو هي جول كيلفن موان زان موان موان زان، بمعنى بالجول خاصو يتحول كيلو جول حتى هدا حتى هو بكيلو جول. فعشرة أس ناقص 3 في 298 كيلفن في الإيلين ديال كيو اللي لقينا. كيو اللي لقينا دابا هي 3.63 عشرة أس ناقص 4. دابا نستخدمو كاليكاتريس
ومني سخنت الكالكولاتريس عطاتني هي ناقص 105.5 كيلو جول. اذا هذه هي دلتا جي تي بي. دابا انفينيتي هي ناقص ديالها، اذا انفينيتي كتكتب شي حاجه بحال هكا، انفينيتي هي 105.5 كيلو جول. اوكي صافي هي انفينيتي. ملي حسبنا بعد ما نحسبو دابا انفينيتي الشيميك في انيسيال، دابا قال لنا استنتجو لو سونس ديال ديبلاسمون دو لا رياكسيون ا بارتير دو سيت ايتا انيسيال، جوستيفي فوتغ ريبونس. هي زعما استنتج فين غيمشي هاد الرياكسيون. انطلاقا من هاد سيت ايتا انيسيال، خلال هاد ايتا انيسيال، و جوستيفي فوتغ ريبونس. إذا حاولوا تجاوبوا إن شاء الله، تابعوا معي. إذا دابا الشيء الوحيد اللي لينا هو بارتير دو ايتا انيسيال، و زعما ديدويغ فين غيمشي هاد الرياكسيون. إذا من خلال 12 حنا كنعرفو بلي أنه دلتا جي، دابا الرياكسيون متعلقة بدلتا جي، دلتا جي كانت سالبة. المهم قالك أول حاجة هي استنتج، يعني خليو هاد الشيء هذا جيستيفيكاسيون لي. إذا قالك استنتج اون ديدويغ كو، سمح لي يمكن نعرف نكتب مزيان اش غادير. هادي هي الإعاقة ديال اون ديدويغ كو ليكيليبغ ولا شي حاجة بحال le sens de déplacement que le sens de déplacement placement de les de la réaction et هو واحد او لا لو سونس ديريكت، اي لو سونس ديريكت مثلا منحى مباشر ولا منحى واحد. يمكن لك هو اي لو سونس ديريكت بين قوسين واحد، ماشي حاجه بحال هكا. جيستيفيكاسيون صافي. دابا جيستيفيكاسيون باغسكو l'infinity A est positif qui implique delta G est négatif qui implique le sens direct. Et donc, je vais faire un peu de temps. D'abord, delta G est un peu plus de temps. Delta G est un peu la réaction est un peu plus de temps. Je vais faire un delta G est فان لا رياكسيون غتمشي منحى غير مباشر، يعني منحى عكسي. كون دلتا جي كتساوي صفر فان لا رياكسيون في حالة ديال ليكيليبر. و هاد الانفينيتي هي العكس ديالها فقط، يعني كانت هادي نيجاتيف ولا هادي بوزيتيف، كانت هادي بوزيتيف ولا هادي نيجاتيف، كان هادي كتساوي صفر هادي تاعي كتساوي صفر وصافي. يعني هادي هي الجستيفيكاسيون وهذا هو السونس. دابا باختي رقم جوج ان شاء الله، تابعوا معي. اذا قلنا بانه سونس ديريكت، السونس ديريكت هو هذا السونس هذا الاول، هذا الثاني هو مدى اللي تحت السونس ديريكت، يعني من هنا هو السونس ديريكت. اذا هذا امتحان ديال الرات 14 ماشي ديال النورمال. هذا باش بديت بعدا في هاد لاشين، انا بديت مباشره بالرات 14 ماشي شي عاد نورمال. اشي هادشي هما زاف جديدة حقا، كان شي حوايج انا كاع ما قاريهم انا في هاد الاسئلة. المهم اذا نمشي دابا بارتي جوج، هي 8 نقاط. ونكونسيديغ لا رياكسيون ان سويفونت، عندك سي اش 3 و اش دزنا ليها اش 2 كيعطينا سي اش 4 و اش 2. طبعا انتبهوا لهاد سميتها فاز،
هاد الفاز. المهم الحالة، الفاز الحالة ال معناتها عندك هنا ال، ال كتعني ليكيد، ليكيد هي سائل، هنا جي كتعني غاز، غاز يعني لي غاز كاش لا نشرحها، وهنا غاز وهنا ليكيد صافي. حيت كتعطيك الطابلو بحال هكا، كنكون فيه مثلا نفس سي اش كاتر غاز، نضربو مثال بهاد اش دوزونيت، اش دوزون عندك هنا ليكيد و اش دوزون عندك غاز، ماشي بحال بحال. شوف هنا، شوف هنا، ماشي بحال بحال. عندك سي اش تروا و اش ليكيد، ها هو عندك سي اش تروا و اش غاز، ها هو ماشي بحال بحال. المهم هاد الفيديو ان شاء الله غنطولو البنات مزيان باش تفهمو كلشي على حدة، و متنساوش ديرو سبسكرايب، و المهم تشتركو في القناة يا سبسكرايب، و لايك الفيديو إذا عجبكم، و متنساوش تحطو الرأي ديالكم في الشرح و داكشي و تحت، المهم إلا بغيتو، هادشي ماشي إجباري غير تطوعي. إذا و كنعتذر حيت تأخرت هاد الفيديو، ما كانش حساب ليا يكون فيه الطلب بحال هكا، حيت أصلا هو باش بديت. المهم طحت في لي زيكزامات و داكشي، و مبقيتش مسالي لي زعما، و صافي. و دابا غنحطو ليكم ان شاء الله. اذا عندك هادي كتحول لهادي، اللي في اول سؤال اون ابليكون لا لوا دو هيس. لا لوا دو هيس كما تعرفوا كاملين هو دلتا اش دو رياكسيون، هي دلتا اش فورماسيون ديال النواتج ناقص دلتا اش فورماسيون ديال المتفاعلات. كالكولي لونتالبي ستوندار، هو لونتالبي ستوندار هو ديال الرياكسيون طبعا، دو سيت رياكسيون في 25 دوغري، طبعا درجة الحرارة كتأثر بها دلتا اش رياكسيون. إذا نقفل الفيديو، حاولوا تجاوبوا وعاد تابعوا معي الفيديو إن شاء الله. إذا السلام عليكم، مرحبا بكم في البارتي رقم جوج، ديريها واحد تمنية ديال النقاط من النقيطات ان شاء الله. اذا عندكم السؤال الاول، قال لك ابليكي لو دو هيس حسب لينا دلتا اش دو رياكسيون. اول حاجه نكتب الرياكسيون هنايا، بالنسبه للرياكسيون عندك سي اش 3 او اش ليكيد، نسديها واحد سي اش 2 غاز، وغتحول لينا سي اش 4 ايثان ميثان ايثان زائد اش دو زو اش دو او، هذا ليكيد وهذا غاز، هذا ايثان ولا ميثان مبقيتش عاقل. المهم الوادو هيس كيقول لك بلي انه دلتا اش دو رياكسيون كتساوي هي مجموع ديال برودوي ناقص ديال رياكتيف. نكشي غنديرو دابا، اذا دلتا اش دو رياكسيون دلتا اش ستاندار ديال رياكسيون هي دلتا، هي دلتا اش ديال، طبعا استعنو بواحد الجدول عطاو لينا لتحت هنايا. اذا اول حاجة نبداو بها هي هاد النواتج، اذا دلتا اش ديال اش دو او معاملات كلها واحد واحد واحد، اش دو زو دير هنا فيغيكول بحال هكا ودير ال زائد دلتا اش يا سي اش كاتر فيغيول ودير جي زعما لافاز، لافاز ديال، وعاود تاني بدا من هنا ولا بدا من هنا، ناقص دلتا اش اش دو فاز ديال هي كاز. وطبعا كون حريص جدا على انك تجيب من الجدول داكشي اللي محتاجه، عندك كيكون عندنا ليكيد مثلا تجيب ليا ديال الكاس، داكشي كتعتبر خطا. واش هو نسيت ندير الفاز، المهم اعتبرو هنا في غيو وهنا ليكيد هكا صافي. اذا بقى عليا غير نجيبهم من الجدول. اذا اول واحد هو اش دو زو ليكيد، بالنسبه لاش دو زو ليكيد عندك ناقص 285.2، وبالنسبة ل سي اش كاتر غاز، سي اش كاتر غاز هو ناقص 74.2،
ناقص 74 فاصلة 4. ثم نتبعو اش دو غاز هو زيرو، علاش؟ لانه 6 كوخ بسامبل، عندك هنا جوج ذرات ديال الهيدروجين، هم كوخ بسامبل حيت هو طبيعي محتاجش دي 13 باش يتحول تفورم علينا. وعندك هنا دلتا اش ديال سي اش تروى مو اش ال، هادو كيكون دلتا اش ديالهم كتساوي صفر في حالة ستوندار. ستوندار هي واحد اتموسفير و 25 دوغري سيسيوس، و هي اللي عندنا هنا. واخا، اذا هادي سميتها اول حاجة هي دلتا اش واحد، اذا ناقص 74 فاصلة 4، وعندك هادي كتساوي صفر، وتبقى لينا هادي. وطبعا خاصو يكون ليكيد، ما خاصوش يكون يكون غاز. اذا زائد 238 فاصلة 6، من غتحسبوه غتلقاو ناقص 121 كيلو جول، ناقص 121 كيلو جول. اذا دلتا اش ستوندار واحد، سميو هادي واحد، حتى نعطيهم بزاف ديال التسميات، ضر ترابوز راه كيصعبو فيها مزيان. ما عندي ما نقول. صافي، هذا هو السؤال الاول، اتمنى تكونوا فهمتوا. اها، واتمنى تكون فهمتوا هذا السؤال رقم واحد. وطبعا نسيت ما وريتكم هذا الجدول والمعطيات. لدوني عندك واحد الجدول فيه دلتا اش دو فورماسيون بكيلو جول مول موانزان، طبعا تبع الوحدات، وفي 25 درجة، ماشي شي درجة أخرى. وحتى السي بي عندك بالجول كيفهم مول موانزان، وهذه ما متعلقاش أصلا بدرجة الحرارة، يعني تقدر تاخدها في أي درجة حرارة بغيتيها، متعلقاش مرتبطاش بدرجة الحرارة. وعندك هنا، إذا هادو عندك هنا لي زولومونات، ولكن هنا انت كيكون هنا غاز ليكيد، انت هنا عندك ليكيد، وهنا عندك غاز، هنا غاز، هنا ليكيد، هنا غاز، يعني هاد الجوج وهاد الجوج خصك تختار سوليهم. وعندك هنا مثلا بيستون دا دو فابوغاسيون ديال سي اش 3 او اش ليكيد 64 درجة سيليسيوس، يعني هاد سي اش 3 او اش فهو كيتبخر في 64 درجة، ماشي 100 درجة، 64 درجة. و داكشي ديال الحرارة، داكشي ديال الشالور اللي كيحتاجو، الحرارة اللي كيحتاجو في باش يتبخر هي 35.4 كيلو جول مول منزل. وبالنسبة لونتروبي ستوندار فابوغاسيون ديال H2O اللي كتبخر الماء، كتولي من H2O دوزو ليكيد حتى H2O غاز، في 100 درجة سيليسيوس كيحتاج غير 44 كيلو جول مول منزل. هادو هما المعطيات. إذا السؤال الثاني، غتخوف في لا فالور ديال دلتا اش واحد 25 درجة، هادي دلتا اش واحد 25 درجة حسبنا هنا، عاودو لقاوها، عاود لقاها زعما ابختيغ دو سيكل دو هيس، انطلاقا من واحد السيكل ديال هيس، كيسميوه السيكل دو هيس، كونستيتيون اون اوتيليزو لي دوني دي رياكسيون سويفون. نعطونا واحد تلاتة ديال الرياكسيون، وعطونا دلتا اش ديال الرياكسيون ديال كل وحدة، وقال نستنتجو هذا. إذا نوقف الفيديو، حاولوا تجاوبوا، هتابعوا معايا إن شاء الله. صافي، إذا السلام عليكم، نتمنى يكون فيكم شوية ديال النشاط اللي تقدروا به، ما تتابعوا معايا هذا الفيديو إن شاء الله، حيت دابا لا وصلنا المهم لا وصلنا مزيان. إذا عندك ثلاثة ترانسفورماسيونات، نقولوا كاع أربعة ترانسفورماسيونات، وطلبوا لينا نعاودو نلقاو داك دلتا عش. إذا شنو نتعاملو معاها رياضيا؟ هذا هو النظرية ديالي، نتعاملو هاد الشي رياضيا. إذا نكتبو أول وحدة لي هي سي اش تروا أو اش زايد اش دو كيعطينا سي اش كاتر. طبعا مكناش نكتبو الفاز حيت كلهم نفس الفاز. هنا عندك دلتا اش واحد ترانسفورماسيون الثاني هو سي اش تروا او اش سي تروا دومي او دو كيعطينا سي او دو سي جوج اش دوز دلتا اش جوج. الله ما بينش مزيان حقا. اذا عندك سي اش كاتر
جوج ديال او دو هنا سي او دو زائد جوج اش او زو. طبعا كندير والو انا هنا الا كنقول هاد الشيء صافي. ها هناك هنا اش دو زائد ان دومي او دو كيعطينا اش دو زو. اذا هاد الشيء غنعاودو نحولو نكتبو غير بالدلتا اش دو فورماسيون. اذا الطريقه باش تكتبوه هي نكتب واحد متفاوتة هنايا. غتبدا اول حاجة هي بدلتا اش واحد، دلتا واحد اش زائد تبع ليها هادي، طبعا تبع ليها زعما عدو ديال الرياكتيف دلتا اش يا سي اش تروا و اش تساوي، حيت ديال هذا كيساوي صفر كما قلنا من قبل. اذا كتساوي دلتا اش ديال هذا، عندك دلتا اش ديال سي اش كاتر دلتا اش ديال اش دو صافي. درنا نفس الطريقه بالنسبه للجميع، دلتا جوج اش زائد دلتا اش سي اش تروا و اش طبعا ديال او دو كتساوي صفر. مركب نون كورب سامبل كيما كيقول بالفرنسي كورب سامبل. اذا دلتا اش ديال سي او دو زائد جوج دلتا اش ديال اش دو. طبعا ما نساوش لي كوفيسيون هاد المعاملات هادو. عندك هنا تاني دلتا اش تروا زائد دلتا اش ديال سي اش كاتر كتساوي لينا يس سي او دو وجوج ديال اش دوز. كما شفتو كتعاود هادشي عندنا هنا، غنتعاملو معاه بطريقة رياضية جدا بحال اكس ايري. وهنا عندك زيرو زيرو، اذا هادي اذا دلتا اش كاتر هي دلتا اش ديال اش دوز. واخا عندنا دابا هاد ربعة كما شفتوا هاد، نسمي مثلا واحد جوج ثلاثة أربعة صافي. نديرو مثلا جوج ناقص ثلاثة، جوج ناقص ثلاثة ولا العكس ثلاثة ناقص جوج، نديرو بحال بحال جوج ناقص ثلاثة، جوج ناقص ثلاثة أمبليك جوج ناقص ثلاثة. دابا ناقصنا هادي من هادي، عندك هنا هنا وهنا نفس الشيء، نقصتي هذه من هذه تعطيك صفر، اذا هذه ناقص هذه كتساوي صفر، اذا هذه كتساوي هذه فهمتوا. اذا دلتا دو اش زائد دلتا اش سي اش تروا و اش كتساوي دلتا اش تروا اش زائد دلتا اش يا سي اش كتر. دابا كتشوفوا معايا دابا هادي هي الخمسة، غادي نسميوها خمسة، واحد جوج تلاتة ربعة خمسة. دابا نمشيو هاد الواحد، واحد عندو سي اش كتر هنايا، حتى هذا عندي سي اش كتر هنايا، عندو سي اش تروا و اش هنايا، عندو حتى هو عندو سي اش اش تروا هنايا، و عندو ديال اش دوزو كتساوي اش كتر. اذا نديرو مثلا هادي ناقص هادي ولا هادي ناقص هادي بحال بحال، نديرو هادي ناقص هادي. إذا دلتا اش واحد، إذا ندير واحد ناقص خمسة أمبليك دلتا اش واحد ناقص دلتا اش جوج، هادي مع هادي غيمشيو كتساوي دلتا اش تروا لا دلتا اش كاتر. علاش؟ لانه كديرو هادي ناقص هادي، اذا تبقى لينا هنا دلتا اش ديال اش توزو هي دلتا اش كاتر، اذا هي دلتا اش كاتر ناقص دلتا اش تروا. اذا نحولو هادي لهاد الشي باش يبقى لنا دلتا اش واحد، كنقلبو عليها هاد الشي. اذا هي دلتا اش كاتر ناقص دلتا اش تروا زائد دلتا اش جوج.
دابا نحطو غير القيم. الأولى عندنا دلتا اش كات ناقص 285.2 ناقص 285.2 عندك دلتا اش 3 زائد 889.3 عندك دلتا اش 2 هي ناقص 27 لا ناقص 725 1 كالكولاتريس اجل هنا اذا هي كالكولاتريس نبداو الحساب عندي كان ناقص 285.85 ناقص 285 فاصلة جوج عندك زائد 889.3 فاصلة 3 عندك ناقص 725.1 ناقص 725.1 ناقص 121 هي هذه ولا ماشي هي؟ إذا هي ناقص 121 كيرجع صافي هي دلتا اش واحد عودنا لقيناها. أتمنى يكون الشيء مفيد جدا لكم واستعملوه طبعا في الامتحانات ديالكم. المهم إذا دابا نمر السؤال الموالي إن شاء الله.